هنا الزاهد تدخل في صدام مع جمهورها، والسبب طلعت زكريا. شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستغرام بصورة حديثة لها، وذلك في أول تفاعل لها بعد رحيل الفنان طلعت زكريا. هنا الزاهد فوجئت بتعليق متابعة لها تهاجمها بسبب ابتسامتها الخفيفة في الصورة، والتي قالت في تعليقها لها: طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات، الإنسان بينسى بسرعة. الفنانة هنا الزاهد لم تتجاهل التعليق وردت عليها قائلة: هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت؟ يا جماعة احترموا خصوصيات الناس، عيب كده في ايه؟ كما تعرضت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد إلى هجوم قاسي من بعض متابعي ابنتها بسبب صورة نشرتها لها عبر خاصية ستوري على تطبيق إنستغرام. ورغم أن الصورة عادية والسيدة بدت في غاية الاحترام وترتدي الملابس السوداء تعبيرا عن حزنها واحترامها لرحيل زوجها السابق، إلا أن بعض المتطفلين يصرون على اختراق خصوصية الفنانة هنا الزاهد وعائلتها. وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أصيبت بانهيار خلال جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا زوج والدتها السابق، والذي تكن له حبا كبيرا، ونعت عبر صفحاتها بكلمات مؤثرة عبرت من خلالها عن افتقادها الكبير له، حيث أنه هو من قام بتربيتها هي وشقيقاتها بعد زواجه من والدتها. ورغم أن الفنان الراحل ليس والدها، إلا أنها أكدت أنها لم تعرف معنى الأبوة إلا معه، وأنه كان أكبر داعم لها خلال مشوارها الفني. يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا يوم 8 من أكتوبر بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم دفن جثمان الفنان الراحل في مسقط رأسه بالإسكندرية وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، ووصفت جنازته بالشعبية.